حقيقة أن مستشفى أحور كنا نعاني كثيرا من المصاعب نتيجة عدم وجود كادر صحي، لا أطباء لا غرفة عمليات، والأول مرة في التاريخ يعني في تاريخ أحور لم تشهد أحور فتح عمليات جراحية إلا بتدخل المؤسسة الطبية المدنية. كان التدخل السابق مقصرا على الصحة الإنجابية، ولكن حاليا أصبح تدخل يعني تدخل شامل رفعت عنها المعاناة. أصبحت الحالات الطارئة والعمليات الجراحية تقام في أحور بدل ما يتم نقلها إلى عدن أو إلى أبين، وكان يتحمل المواطن عناء ومشاق السفر. في كان أول لما أجينا ما فيش كان لا في بنك دم ولا كان في عمليات قيصرية، في كان مستشفى بس أساسي، والآن الحمد لله مع وصول المؤسسة الميدانية وفرت لنا بنك دم وعمليات قيصرية وفي دكاترة وممرضات وغرفة عمليات جاهزة من كل حاجة، والآن أصبح المستشفى أحسن من ما كان أول والحمد لله. الحمد لله إنه بدأنا نعمل أول عمليات قيصرية، أول مرة بتجرى عمليات داخل أحور. أغلب العمليات كانت تعمل في مستشفى الرازي في أبيض. الأم وصلت، عملنا لها الفحوصات الأولية وكذا. المريضة كانت تحتاج عمليات قيصرية طارئة. بلغت الأهل فهمتهم بالموضوع إنه ضروري إحنا نعمل هذه العملية. بالبداية رفضوا الموضوع بحكم إنه ماشي عملية من قبل حصلت في أحور. فهمتهم انه هذا يعني عملية وفي طاقم وفي معدات وغرفة عمليات جاهزة. اتقبل الزوج الفكرة وبدأ يحضر للفحوصات، وبدأنا يعني نجهز العمليات ويحضر الطاقم ودخلناها العملية، والحمد لله تمت العملية بنجاح وخرجت الأم بخير والبيبي بخير. كان من قبل انا ماشي اصنع عملية في أحور، جبت عيالهم ولادي عينتهم عند الدكتوره وقال يحتاج عمليه. قلت برحل بين، قالت له في معنا عمليات هنا وانا اللي صلح العمليات. قلت له كل شيء موفق، كل شيء عندنا موجود. شكر ربي يحمده ان يعني اول شيء نفرقها لنا يعني العمليه نجحت والصبي يعني قال الحمد لله وراه باي شيء، وثاني حاجه اننا فكينا طريقه للحوار للمنطقه حقنا في البلاد هذه لانهم كانوا متكدرين ما يصير عمليه والله مستخفين، وانه يعني حنا خير يعني صراحه في المنطقه هذه.